بنكمل معاكم ومعانا دكتور شريف. دكتور شريف متجوز من 19 سنة وعنده 4 أولاد، وهو مهتم جدا بمجال الأسرة والتربية وإنه تطلع عيلة صحية سعيدة. أهلا بك يا دكتور شريف. أنا شخصيا مبسوطة جدا بوجود حضرتك معانا. ربنا يخليكي. دكتور شريف، عايزة بس قبل ما نبتدي الكلام نرجع نعرف، يعني كل بنات تقولك أنا عايزة راجل كده يحتويني ويبقى حمش كده وأحس إن أنا إيه ماشية مع راجل. تمام. وبعد كده في الاخر بيطلع الموضوع في شكل سيطره، فايه الفرق بين الراجل اللي بيحتوي؟ لانه في رجاله كتير فاهمه انه الاحتواء ده هو ده السيطره، فبسرعه كده ايه الفرق بين الاحتواء والسيطره؟ ممارسه السلطه في حد ذاتها هي حاجه مش وحشه. لو تم ممارسه السلطه بشكل صحي وسليم، واقعيا هي هتدي حريه. لو انا بيمارس عليا سلطه بشكل سليم وصحي هشعر بحريه اكتر. لكن لو مارست السلطه عليا بشكل غير صحي وغير سليم ده يشعرني بالقمع. يعني وده الفرق. هقول لك على حاجه، عملوا زمان اختبار كده، هو جابوا اطفال بتوع حضانه، وهم كانوا العيال بيلعبوا في الحضانه كي جي 1 وكي جي 2 وبيلعبوا بيجروا ومستمتعين على الاخر. قالوا احنا هنشيل السور اللي حواليهم عشان يبقى ما فيش سور حواليهم. لما شالوا السور اللي حواليهم راحوا العيال لقوهم تقوقعوا، راحوا قعدوا في حته في النص جنب بعض وما قدروش يتحركوا. خافوا. ليه؟ لانهم حسوا ان مفيش بوردرز، مفيش باوندريز، مفيش حاجه تحط لهم الحدود. أوكي. احنا كل ما كانت حدودنا واضحه كل ما نقدر ان احنا نتحرك بحريه جواها. لو الراجل او الست بتمارس سلطه او اي مستوى من السلطه بيمارس بشكل صحي ده هيديني شعور بالحريه. الازمه فين؟ الازمه انه واحنا دايما مشكلتنا ان احنا بنتعامل دايما مع اعراض المرض، احنا مش بنتعامل مع اسباب المرض. فاحنا عمالين ندي راس للصداع، عمالين ندي كريمات للالتهاب، لكن مش بنعالج الخراج اللي من جوه اللي احنا محتاجين ان احنا ندخل نتعامل معاه. لقيوا انه السلوك اللي من بره تحت لو نعتبرها دوائر، المستوى اللي وراه هو مشاعر، انا بشعر بشعور معين عشان كده بتصرف بشكل معين. المستوى اللي تحته مستوى الافكار، انا بفكر فكر معين بيؤدي ان انا بشعر شعور معين بيؤدي لتصرف معين. الدائره الصغيره اللي من جوه خالص هي ايه؟ دائره المعتقدات. انا ايه اللي مصدقه؟ لان انا اللي مصدقه بيتحكم في افكاري، اللي بفكر فيه بيتحكم في مشاعري، واللي بشعر بيه بيشتغل على سلوكي. ازمتنا ان احنا عارفين زي الحقل كده وارانب عماله تطنا، ده السلوك اللي من بره. احنا عمالين نصطاد في ارانب ومش عارفين نخلصها، لان احنا كل ما اعالج مشكله تطلع مشكله تانية، لان احنا بنتعامل على مستوى السلوك اللي من بره. واقعيا احنا لو دخلنا عمق شويه هنقدر ان احنا نتكلم على مستوى المعتقد اللي جوه. انا صدقت ايه وانا صغير؟ انا صدقت ايه عن نفسي؟ ممكن تديني مثلا عشان هقول لك مثلا الموضوع. الراجل ماشي، الراجل اول ما يتولد ولد صغير بيتقال له ايه؟ انت راجل ما تعيطش، انت راجل ما ينفعش انك انت لازم تكون حمش، انت لازم تعمل الكم اللوازم اللي بتتقال للولد، وانت هو لازم تاخد بالك من اختك، ولازم تاخد بالك من اختك، وانت ما ينفعش انك انت ميت في روحك كده ليه؟ انت المفروض تبقى راجل، انت المفروض تبقى حمش، انت المفروض تبقى جدع، انت المفروض. فبتتحط كم من اللوازم على الولد وهو صغير بتخليه يطلع عنده قناعه انه مش متصالح مع شعوره، مش قادر يشعر ان انا ممكن اكون ضعيف، ممكن اكون فولنربل، عندي 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 حته كده سوفت انا ضعيف فيها، انا محتاج انا محتاج اشعر، محتاج حد يساعدني في الحته دي، ببقى مش قادر اعيش في ده. لما اكبر مش قادر ان انا اتعامل مع مشاعر والعواطف اللي جوايا وشعوري بالعبكه المكرونه السباجيتي اللي جوايا، ده يؤدي لايه؟ عصبيه وعنف. فتلاقي دايما الراجل عصبي لانه هو مش قادر يتصالح مع حته جواه، بس احنا ما حدش بيبص عليه، احنا كلنا بنتعامل على مستوى السلوك اللي من بره، ما حدش قادر يشوف الكور من جوه هو في ايه، ان هو شخص ضعيف من جوه. في مبدا يقول لك دايما ان الاشخاص المؤذيين هم الاشخاص اللي بيؤذوا، وانا مصدق ده للاخر. شوفي اي شخص بيبولي بيتنمر حتى العيال هتلاقيهم هم نفسهم متالمين، اي شخص متالم هو الشخص اللي بيسبب الالم للاخرين. احنا علشان نحل المشكله دي احنا محتاجين ندخل لمستوى اعمق شويه، ان احنا نشوف هو ايه اللي حصل، طفولته شكلها ايه، دنيته شكلها ايه، هو نفسه حاسس بايه، مش ان احنا بس نتعامل على مستوى السلوك الممارس. وانا بحضر للحلقه قريت كده فعلا انه او ساعات كمان بنسمع انه ده راجل كويس قوي، هو بس عيبه انه على طول مسيطر عليا وكل اوامري وبشخطه ونطر ومش عارف ايه. وانا بحضر قريت انه الراجل ده ساعات بيبقى حنين جدا وطيب جدا واعتراف زوجته ان هو راجل كويس جدا.
فازاي انا كزوجه ناحيه زوجي المسيطر ده انا شايفه ان هو كويس اخد بقى الطاقه بتاعه العنف دي كلها واخليه يعبر عن الحنيه اللي جواه اللي هو مش عارف. يعني هو جواه راجل حنين بس كلها بتطلع في عصبيه وسيطره وهو مش عارف يعبر عن الحاجات الكويسه اللي جواه. السؤال ده اديني بقى مساحه. اتفضل اتفضل. بصي يا ستي في مبدا احنا لو عرفنا نعمله مع بعض كلنا صدقوني هنستمتع جدا. داخل كل شخص مننا كل حد مننا جواه شخص نبيل جدا شجاع جدا جدع جدا رائع جدا متعاطف وبيساعد ومعطاء وجوه الشخص نفسه جواه ندالة وعنف وضيق واللي انت عايزة تقوليه كل انواع اللي انا بنادي عليه هو اللي بيطلع اللي انا بكلمه هو اللي بيرد عليا. بمعنى انه لو انا طول الوقت عمالة اكلم الشخص السلبي اللي جواه هو اللي هيرد عليا فهلاقي اللي طالع لي هو الوحش طالع لي الشخص الوحش. تقصد بقى انا الطرف المسيطر عليه؟ اه يعني مثلا يا فيفيان لو انا استفزيتك هيطلع لي غضب لكن لو انا كلمتك قعدت اقول لك على فكره فيفيان ثانك يو انك انت كنت كتير داعمه وسبورتيف ليا قبل الحلقه وانك شجعتيني انت هتلاقي ايه اللي جواكي بيتحرك؟ انت عايزه تشجعيني اكتر انت عايزه تدعميني اكتر. ولو انا قلت لك فكره اسئلتك مش واضحه والدنيا مش لذيذه هتلاقي نفسك بتنيلي انك اساسا تطلعي لي انت اللي مش فاهم حاجه. وده رده فعل انسانيه طبيعيه للي احنا بنعمله. احنا للاسف بنقعد ننده على الشخص السيء في بعض ما بندهش على الشخص الايجابي الشخص اللي مليان جدعنه ومحبه. الراجل الستات لما بيكون رجل جوزهم مش جدع هما بيشتكوا بيقولوا بتسترجل شويه انت ني كده ليه في نفسك. الست محتاجه لده ليه؟ لان الست في الارتباط عندها احتياجين اساسيين واحد ان هو الشعور بالامان والتاني هو الشعور بالقيمه. هي محتاجه تشعر بالامان. لو الراجل ني وسويت كده وحنين هي مش هتشعر بالامان. هي محتاجه تحس ان في وحش اسد جنبها بس الاسد ده قوته راح ناحيتها هي حمايه وبره هي عنف. لكن لما بتتقلب بتبقى هي بقى ده الشكل المؤذي. فالست ليها دور. احنا دايما بنرمي ده على الراجل. طبعا انا مش بقولك عشان انا الراجل الوحيد اللي استضفتوه النهارده في الحلقه وده حاسس بمسؤوليه ضخمه جدا الرجاله كلهم اكيد لكن ده حقيقي. احنا محتاجين نشجع بعض محتاجين ان احنا نكون ايجابيين ناحيه بعض محتاجين ان احنا نطلع بره دايره ال what is not ال what is مش 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 اللي مش موجود فيك ايه لكن ايه اللي موجود فيك. ولو انا ابتديت اشتغل على الحاجه الحلوه اللي جوه جوزي ابتديت انادي عليها وابتديت امدحه وابتديت انا نفسي افوكس عليها لان هي بتبقى انا بتكلم كتير عشان اديكم فرصه بس وقتنا قصير هي زي صوره اوكي. فساعات الصوره دي فيها جوانب ايجابيه وفيها جوانب سلبيه في حاجات حلوه في حاجات مزعجه. لما لو قربت الصوره قوي لعينيا على الحته اللي هي مش كويسه هتملى عينيا وابتدي اشوف كل حاجه هي دي. طب بس لو بعت الصوره شويه لا هقدر الاقي ان في حاجات حلوه كتير قوي. معلش خليني ايوه قولي وانا هقول. انا استفزيتك لا طيب. انا هقول برضو انا هقول لا معلش عايزه اقول حاجه دلوقتي. انت قلت الست محتاجه لحمايه ومحتاجه لقيمه وامان طبعا. طيب ما هو انا من وجهه نظري كراجل انا هديها الحمايه وهديها القيمه وهديها الامان باني اقول لها ما تلبسيش ده او ما تخرجيش وحدك او انا مش عايزك تسوقي انا هخرج معاكي ما لازم تقولي لي عشان ابقى مطمن. طب كل ده امان كل ده حمايه ليه بتقولوا عليه سيطره؟ اوكي لو احنا قلنا ممارسه صحيه للسلطه وما تنسيش ان احنا قلنا المعتقد من جوه. فلو هو الراجل ده طالع عنده فهم غلط للسلطه فهم غلط للحمايه هيمارسها بشكل غلط. فاحنا انا مش بعمم ان كل الرجاله ملايكه في بعض الناس بس هم بيبقى المشكله بتاعتهم ايه في الدايره الضيقه اللي في النص خالص اللي بتاثر على افكارهم ومشاعرهم وبالتالي سلوكهم. محتاجين ترانسفورميشن محتاجين تحول في الحته دي. التحول يحصل ازاي؟ ان لازم يحصل احلال استبدال للفهم الغلط بصوره ايجابيه او بفهم سليم يؤدي الى تغيير الفكر والمشاعر وبالتالي يؤدي الى تغيير التصرفات. ده يا ريت يكون في قرص بيتباع في الصيدليه ينفع الواحد ياخده يبلعه قوم ده يتغير. دي بروسس دي حاجه بتحتاج شويه شغل. دي مشكلة موجودة في المجتمع. احنا النهاردة احصائيات اخر احصائيات بتقول عندنا 60% نسبة الطلاق في مصر. دي النتيجة الرسمية المعلنة فما بالك الحاجات اللي حاصلة واحنا مش داريين بيها. ده بيقولك ايه؟ بيقولك ان العيال اللي بيطلعوا في اسر مطلقة هم ايه صورتهم عن الاب وايه صورتهم عن الام وايه مدى شعورهم بالامان.
الموضوع سيريس. يا ريت يكون في حل سحري ينفع يتحل. واقعيا هو ملوش حل سحري. انت لازم تشتغلي على المجتمع من تحت لفوق لغايه لما تبتدي تطلع اجيال صحيه. عشان كده انا بتكلم معاكي على مستوى. طب النهارده انا واحده متجوزه واحد عنيف وواحد مسيطر, واتعامل معاه ازاي بالظبط؟ قدامي حل من اتنين. هقعد اركز على هو ايه الوحش اللي فيه, وده هيزود هيقلل قدره احتمالي على سلوكه وعلى تصرفاته. او هيبقى عندي احتمال تاني, وهو ان انا ابتدي اشوف الصوره الاكبر شويه, ابتدي اتكلم للحاجه الحلوه اللي موجوده فيه, ده يديني طاقه على الاحتمال اكتر. ابتدي اتعامل معه بمحبه. المحبه اقوى من الكراهيه, زي ما النور اقوى من الظلمه. احنا تعودنا انه يذبح لها القطه السوداء وهي طيني عيشته. فالست برضو الست مانيبيوليتيف. يعني مثلا اتكلم بصراحه, اتفضل. يعني مثلا الراجل احتياج الاساسي عنده في الجواز هو الجنس. اوكي, هو ما يفكرش حاجه تاني غير في الجنس. فالست بتقول ايه؟ تعرف اوكي يبقى هو ده اللي هو عايزه. طب انا بقى هشتغله بقى. تعالي لي انت, جيت لي في الحته اللي انا هعرف ازلك فيها. فتبتدي بقى تو مانيبيوليت, تبتدي تتلاعب بيه وتبتدي انها. فده يروح يخبط فيه فين؟ تعمل مناورات يعني. بالظبط. ده يخبط فيه فين؟ يخبط في رجولته. علشان يحاول يثبت رجولته يعمل ايه؟ قوليها بقى. ما فيش عنف. بس مش في كل الحالات بتبقى كده. ما انا النهارده انا يعني اللي بيحسسني برجولتي, بيحسسني ان انا الاسد اللي في البيت دي. طب انت خدتيها مني وابتديتي تتعاملي معايا بطريقه مش كويسه, او بتحرميني منها, او بتقولي لي كلام انت عارفه ممكن يجرحني في الحته دي, هعمل ايه؟ على طول البديل ان انا اوكي, طب انا هوري بقى ماي ماسلز, بقى عضلاتي بقى, انا هيبقى عنف. وبندخل في دايره مفرغه. ان بدل ما الطرفين مفروض ان هم يحبوا بعض, يتعاونوا مع بعض ويسددوا احتياجات بعض, بيبقوا هما الاثنين كل واحد بيحاول ان هو ازاي يتحكم في التاني ويكنترول التاني بالحته اللي بتوجع, يضربه في الحته اللي بتوجعه. فالراجل يقهر الست ويتحكم فيها. لكن لو الراجل مستريح, ايه اللي يخليه يعمل, ايه اللي يخليه يعمل كده؟ لا, في رجاله بتعمل كده. وزي ما قلنا, زي ما قلنا في اول حلقه, الراجل اللي حبس مراته وبيقفل عليها بالباب كل يوم لغايه لما قامت حريقه والست ماتت, لانه هي ما ينفعش تطلع بره البيت. وفي كمان طرق سيطره تانية. يعني حضرتك بتقول انه العنيف يترد بالمحبه فيهدى. طيب وطرق السيطره اللي هي بتبقى سهتانه دي, اللي هي مش بتدرك قوي, لانه حد زي ما جالنا واتساب انه باستدرج وبكتشف ان انا اتسيطر عليا بطرق اللي اصل انا بحبك, اصل انا خايف عليكي, اصل انا. ومش شرط في علاقات جواز, ممكن في الاخ, ممكن من الاب. والناس بتدخل في دايره ما بتبقاش عارفه ترجع منها تاني, بحجه انه ايه ده, انا اكتشفت ان كان بيضحك عليا. الحالات دي برضو يتعمل فيها ايه؟ طيب اول حاجه, اي حاجه فيها عنف, يعني الموضوع وصل لعنف جسدي, لا ده لازم يتاخد فيه اكشن. يعني ايه نوع الاكل, ايه نوع الخطوه اللي هاخدها ضد واحد يا بيضرب يا حابسني في البيت؟ يعني هو جات رساله, جات رساله الابره وخيط حقيقي من ست في اسيوط الجديده, بتقول ان انا محبوسه في البيت من جوزي, وجوزي راح بيشتغل في الغردقه. طب ما هو ده عنف. طبعا 100%. نعمل لا ايه؟ هقول لك انا وجهه نظر راجل, بيقول لكم عشان بس ما تقولوش ان احنا منحازين. لازم يكون في رده فعل قويه جدا من الست لما يحصل معها عنف جسدي, سواء ضرب او شتيمه او نوع من انواع العنف ده, ان حد يحبس حد. شكله ايه؟ يبتدي من اول ان انا اجيب حد كبير لينا, لحد مشير لينا, لاقول لبابايا, لاقول لبابا, انا اوصلها لدرجه ان اروح اعمله محضر في الاسم. ما بيسمعش لحد مالوش كبير. انا الراجل في بيتي انا هروح اعمله محضر في الاسم. ليه؟ لانه قبول. طبعا ليه؟ لانه قبول النمط ده بيشجع الراجل, يحسسه اوكي ما دام عملتها وما حصلش حاجه كمل اعملها. وده غير مقبول بالمره خالص. ده مستوى ما ينفعش نعيش معاه. فانا هوصلها لدرجه ان انا هروح اعمله محضر في الاسم. فانا مش بشجع خالص اي واحده انها تقبل ده. لكن انا بتكلم على حد اللي هو قفل عليها. طب قفل عليها ليه؟ ما هو مش واثق فيها. طب مش واثق فيها ليه؟ او يعني ما في سبب من ورا ده. ودي الحته اللي في النص, ان هو متالم, هو طالع من مشاكل. محدش مننا بيقدر يغير الشخص اللي قدامه. في حد يقدر يغير قدامه؟ انا ما اقدرش اغير اللي قدامي, ماليش سلطه ان انا اعمله.
فلو انا قعدت طول حياتي بعمال اقول انا عايز اغير اللي قدامي، انا عايز اغير قدامي، هو لازم يتغير واشتكي. طب انا استفدت ايه؟ انا فقدت قدرتي وطاقتي وهو مش هيتغير. اللي ليا سلطه عليه هو نفسي، اللي ليا سلطه عليه هو اللي انا بقدر اعمله. اللي انا اقدر اعمله انه ممارسه المحبه والاستعانه بنعمه الله مهمه جدا في الحاله دي. النعمه احب اقول يعني في تعريف، في تعريفات كتير للنعمه، لكن في واحد انا بس عايز اقوله. النعمه هي عباره عن ضغط، يعني بيعمل اكوليبريم، بيعمل توازن. ساعدوني في شويه، يعني يعني هو ضغط معاكس يؤدي الى التوازن. بمعنى ايه؟ ان لو في حاجه عليها ضغط 100 كيلو، النعمه هي تبقى 102 جرام. زي الاتجاه المعاكس، في الاتجاه المعاكس. طب بس لو انا زي كنت وصلت التغدير مثلا لمرحله انا خلاص مش بحبه ومش طايقاه ومش قادره استحمل كم الاهانات اللي بتتوجه لي بسبب سيطرته عليا، اعمل ايه بقى؟ هل في الوقت ده فعلا النعمه والمحبه هيبقى في فرصه اصلا للمحبه والنعمه؟ ده اختيارك. لو انت لسه عايزه تحاولي في العلاقه دي انها ينفع تنجح، انا من رايي ان بيبقى ليها امكانيه نجاح، ممكن بتدخل بعض المشيرين لو احنا وصلنا لمرحله متاخره شويه، ان الناس يساعدونا او يساعدوه في ايه؟ مش يساعدوه يوقف سلوكه، لكن يساعدوه ان هو يقدر يزور، يرجع سلبه، يزور الدايره الصغيره من تحت دي بتاعت معتقداته. ديب داون هو بيؤمن بايه؟ هو مصدق في ايه؟ في اعماقه. في اعماقه، لان ده بيعمل تحول. لان التحول عباره عن ايه؟ في بروسس للتحول، هي فكره افهمها، ابتدي امارسها، تظبط معايا، تبقى قناعة، القناعة أجربها تبقى نجاح، النجاح تبقى حياة، الحياة يعمل مصير. هي سلسلة، دي رحلة التحول. بس بتبتدي بإيه؟ بتبتدي إنه دنيا تنور، إن حاجة تبان قدامي. أنا عايز أقول لك، أنا ومراتي إحنا متجوزين لنا 19 سنة، لكن لغاية دلوقتي وإحنا 19 سنة أنا ساعات بكتشف حاجات أنا ما كنتش شايفها. بس لما بنتواصل مع بعض ونتكلم مع بعض، لا ايه ده؟ معقوله؟ طب انا كنت مضايقك في الحته دي؟ تقول لي يا حبيبي. اقول لا انا اسف ان انا كنت، لان انا ما كنتش عارف. تقول لي بس انا عارف ده صعب عليك. قلت لا مش صعب خالص، بس انا ما كنتش فاهم، انا ما كنتش شايف. كتير قوي احنا بنسيء لاكتر الناس اللي احنا بنحبهم نتيجه مش قصد ان احنا ناذيهم، بس نتيجه احنا مش فاهمين، احنا مش عارفين سلوكنا ده بيأذيهم ببساطه. طب خليني ارجع مع حضرتك لنقطه النعمه وال عجبتني حضرتك دي. ماشي. نرجع تاني لنقطه النعمه، وحضرتك كنت هتكمل فكره البنج وانه يبقى في حاجه معاكسه. بالظبط كده. زي الواحد لما يروح يعمل اسنانه مثلا وياخد بنج، بيبقى الدكتور عمال يحفر ويعمل، احنا ولا عادي، الواحد عمال في اغنيه ماشيه في دماغه. او واحد يروح يعمل عمليه وياخد بنج هو مش حاسس بحاجه، بس برغم ان في حاجات بتتعمل. الناس المتألمة النهاردة، أنا نفسي أقول ده لكل واحدة متألمة النهاردة بسبب مشاكل في حياتها، قد لا تستطيعي أنك تغيريها النهاردة وانت متألمة جدا، تعملي إيه؟ حاجتين. روحي ناحية نعمة من ربنا، قولي له، لأن النعمة ساعات احنا نعتبرها زي ما يكون ربنا بيدينا أكل، بيدينا رزق، بيدينا فلوس، أو يعني نعمة من عند ربنا. بس احنا مش قادرين نفهم كم بالقوة المزخرة في الكلمة دي. هي equalizing pressure، هي ضغط معاكس يعادل الضغط اللي واقع عليا. اطلبي من الرب، قولي له اديني نعمه ان انا اقدر ان انا اعيش بشكل سليم، اني اقبل. بصي بالطريقه اللي انت قلتيها هقول لك لا، بس بطريقه تانية ايجابيه ممكن اقول مش اقبل، اقدر ان انا احتمل لغايه لما شريك حياتي يعدي في البروسيس بتاعه التحول، البروسيس بتاعه الترانسفورميشن. لان هو مش زرار هدوس عليه. انا قلت يا ريته كان قرص كنا نبلعه كلنا وكانت الدنيا تبقى سهله، لانه يا اما انا هفضل اصر واحارب على جوازي وعلاقتي انه ينجح، يا اما انا هقرر اكون واحده من الناس اللي هيقرروا ان هم ينفصلوا. ده في الاخر قراري. لو انا هختار ده اوكي، لكن انا بشجع كل واحده، حاربي عشان جوزك، حاربي عشان جوزك، حاربي عشان علاقتك. في امل جواه حد حلو، اكتشفيه، طلعيه، صحي الامير اللي جواه وخلي الوحش اللي جواه ده يبعد شويه، لانه موجود. وانتي في البروسيس دي اطلبي من الرب، قولي اديني نعمه اتحمل الضغط الواقع عليا، واديني محبه اللي هي تحتوي اللي قدامي، واقعد انادي على الشخص النبيل، الامير النبيل اللي جواه. لان انا لما هنادي عليه، صدقوني انا راجل وبقول لكم، الراجل زي الطفل، لو عرفت اكلمه صح هاخد عينيه، ولو كلمته وحش هيطلع لي عيل مقرف مزعج. الرجاله بهذا المستوى من البساطه، هم عضلات على الفاضيه، الرجاله ما يزعلوش منها.